فأنا أريد أن أقول إن الحذر لا يغني من قدر ولا تحزن لأمر صنعه رب العباد سبحانه وأنا أقول لكل حزين أنت هل يجري في الكون أيها الحزين المكتئب شيء على غير مراد الله في شيء بيتم في الكون لا يريده الله طيب الإجابة لا طيب هل يتغير بحزنك حالك يعني الحزن بتاعك ده هي, هي يعني إذا حزنت أكثر عاد المفقود حي الميت عاد المال شفي المريض أبدا والله لا والله حزنك لا يزيدك إلا غم ويزيد توترك وصداع ويزيد ضغط تبقى عندك هشاشة عظام ويتساقط شعرك وتشيب قبل المشيب وتبقى مهموم وترى الدنيا حزينة وسبحان الله العظيم يا رجل هذا الشاعر الغير متفائل الذي قال مرة ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة قلت لها لا تنزعجي إني بخير سالمة كنت أجري بعض التمارين لفمي ربما أفرح يوما ربما يا سطار يا رب صار يجري بعض التمارين الرياضية لفمه أحسن ينسى إيه؟ ينسى الابتسامة وأنا للأسف الشديد طوفت مشرق الأرض ومغربها كثير من المسلمين يعتبرون ان اسنانهم عوره فلا يبتسمون لاحد، انا اريدكم ان تكون الابتسامه في قلوبكم قبل ان تكون على شفاهكم، ولا اريد ان نبتسم في وجه الناس والمحبين وغير المحبين ابتسامه صفراء وقلوبنا مليئه بالحقد والغل، ابدا يعطيك من طرف اللسان حلاوه ويروغ منك كما يروغ الثعلب، ايها الحزين ان ظللت حزينا سبحان الله ضاعت البركه من عمرك وضاعت الصحه من جسمك وضاع الهدوء من قلبك وضاق صدرك فلا تكسب الا حزنا وكابه ولكن عليك ان ايه ان تسمع كلام سيدنا علي رضي الله عنه يقول انا رجل اعيش بالامل فان تحقق فبفضل الله وان لم يتحقق فقد عشت به زمنا قال السماء كئيبه وتجهما قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء، سبحان الله، فالإنسان يبتسم ولن يخسر بابتسامته شيئاً ولكن لتكن ابتسامته في قلبه وليعلم أن الحذر لا يغني أبداً من قدر. نسأل الله أن يصبرنا على أقدار الله ويقيمنا على طريقه وأن يجعلنا وإياكم ممن شرح الله صدورهم بالإيمان وقلوبهم بالتقوى وزين الإيمان في قلوبهم وجعلنا وإياكم من الراشدين